طيب برج الثور 12/5، عايز تعرف كل حاجة. 12/5 هي ثور واخده من الجوزاء لان هي اخر 10 ايام. الثور ابتدى، ست الثور ابتدت تفكر حلو قوي 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 لصالحها الفتره دي، اوكي، وبقت مش شكاكه بس اللي هي مصلحتي فين، يعني بتشوف مصلحتها فين وماشيه وراها. فانا بقول لها كل اللي بيعملوه كده في بنات الثور بيوصلوا، يستمروا. ما هو هنقول تاني، اللي ما بيحبش نفسه ما حدش هيحبه، اوكي. لما تقولي طيب ومش قصده والكلام ده بيأخرك. لما بنقعد يصعب علينا بيقول لك، في مثلا بيقول لك اللي صعب عليكي يفقرك. صح. طيب. فبقول لكل البنات الطور اللي غيرت من قصه حياتها او من طريقه بتاعتها تستمر وتجري كمان في اللي هي بتعمله. ما تبقاش حاكي تجارب لاي حد قدامها. تمام.